قال معاوية: لا ينبغي أن يكون الهاشمي غير جواد، ولا الأموي غير حليم، ولا الزبيري غير شجاع، ولا المخزومي غير تياه. فبلغ ذلك الحسن بن علي عليه السلام فقال: قاتله الله، أراد أن يجود بنو هاشم فينفد ما بأيديهم، ويحلم بنو أمية فيتحببوا إلى الناس، ويتشجع آل الزبير فيفنوا عن آخرهم، ويتيه بنو مخزوم فيبغضهم الناس.